السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سناب منصور مش حتقدر تغمض عينيك. أول أنا أطلب العفو والصفح من والديني اللي يمكن لي 3 أيام ما شفتهم، والله ما لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا ينر بصير. اليوم في معرض أفد لوزارة الدفاع، واللي سبق قابلت مع المتحدث الرسمي والقائد لهذا المعرض، معرض أفد 80,000 فرصة وظيفية. بل حبي كانت الدولة جميع الصناعات العسكرية تصنع برا، ولي العهد قال 70% من الصناعات العسكرية ستكون داخل المملكة مستقبلا. طيب شلون؟ قالوا طيب احنا ما نقدر نصنع دبابة. قالوا طيب انت المصنع اللي تصنع الدبابة، الدبابة بها فحمات، بها دينامو، بها هيكل، بها كهربائيات، تاخذها من هنا. وقالوا للناس والمصانع والمعارض تعالوا احضروا هنا وشوفوا الفرص اللي ممكن، حتى لو كان مصنعك او معملك متناهي الصغر هناك فرصه في هذا المعرض. حياكم الله في تغطيه خاصه من معرض افد بالرياض للصناعات العسكريه التي مستقبلا ستكون 70% منها داخل المملكه. حياكم الله. الخير وثرك صاد ساعه ونص من الشفاء. اي والله حياك الله. الله يسلمك. هلا والله سهلا. مساك الله بالخير. يا هلا والله ومرحبا. الله يوفقكم معانين. كم زائر سجل المعرض؟ إلى أمس 3,000 تقريبا. اليوم 50,000 زائر. فوزي أيوب بوريكم المدرعات هذه وما راح تصدقون الكلام اللي بيصير. حياك الله مهندس. هلا طال عمرك. هلا اخوي منصور. هذول صنعت عندنا؟ صاعد مصنوع في السعوديه. الله يحييك. مصنوع في السعوديه في الرياض مصنعنا. طيب مصنع كم له سنه؟ طال عمرك احنا من عام 1980، يعني 37 سنه المصنع هذا طال عمرك، وينتج عربات مدرعه ومصفحه، والحمد لله عرباتنا في كل مكان في القطاعات العسكريه الامنيه في المملكه. كل حاجة تصنع هنا ولا في شيء برا؟ لأن أشوف المعدات الصراحة كبيرة وعالية أسلحة. طال عمرك كلها عندنا الله يحييك. صناعة سعودية الحمد لله ونفتخر فيها، هذا بفضل حكومة مولاي خادم الحرمين وسمو ولي العهد الأمين. ما شاء الله. من صنعت له من الجهات العسكرية؟ طال عمرك جميع الجهات العسكرية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، الحرس الملكي، جميع القطاعات العسكرية بلا استثناء فضل من الله عز وجل صنعنا لهم، والحمد لله مشاريعنا أثبتت أنها ناجحة، والحمد لله صارت مجربة في كل مكان في الحد الجنوبي وفضل من الله عز وجل. طيب مهندس فوزي، في سعوديين عندك بالمصنع؟ الشركة عند ربائية والهندسة الإلكتروميكانيكال، والحمد لله عندنا معهد تدريب ندرب فيه جميع الكوادر السعودية. طيب وينك؟ ما شفناك من زمان. أنت المفروض من زمان طالع، يعني من زمان. عندي مهندسين سعوديين، عندي تقريبا 35 مهندس سعودي. ما شاء الله تبارك الله. كلهم بكالوريوس الله يحييك من الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية. المفروض ظاهر للإعلام، لأن صراحة تصنيعك تصنيع في مجال دقيق جدا، ومع ذلك أنت تقول الصف الأول بمصانع كلهم سعوديين من المهندسين اللي 35 مهندس سعودي. كنت أتوقع أن هذه الأعمال حصر على الأجانب فقط. لا طال عمرك عندنا مهندسين سعوديين طال عمرك، ومنصور الرقيبة هو اللي غايب عننا. الله يسلمك. هو اللي مبعد. أنا مقصر. أنا مقصر. لا طال عمرك. لكن أنت الخير والبركة. هذه شرف الحقيقة. مصفح بالكامل لنقل المصابين في جميع الجبهات العسكريه طال عمرك في جميع الاجهزه. طيب هذه اجهزه اتصال في بيننا وشراكه بيننا وبين شركات امريكيه، بحيث انه يكون التصنيع محلي حسب توجيه سمو سيدي ولي العهد، انه الرؤيه تكون 2030 فعلا صناعه سعوديه متكامله. طيب بقول لكم شيء، انتم ما تعرفون مهندس فوزي، انا بعلمكم منه عشان تعرفونه كلكم. تذكرون محطة العربة اللي بالتحريه اللي أول محطة سكانت رخام؟ هذا صاحب محطة العربة. صحيح طال عمرك. حنا شبابنا بنعرفك بمحطة العربة الآن، فأنت متميز من البدايات. الله يحفظك يا أخي المصور. الله يحفظك. وهذه عربة الفوكس طال عمرك، عربة تكتيكية هجومية قتالية، وهذه عربة الستورم، فخر الصناعة السعودية الحديثة. إن شاء الله أنه نضاهي فيها جميع المركبات الأجنبية بالكامل. يا ناس ترى هذه مصنوعة بالسعودية، يعني شيء حقيقة ما كنت أبدا ما كنت أتوقع.
طبعا الماكينة والجير والتجميع، قلت ماكينة والجير والذا لا نزال نستوردها، أما جميع المكونات العربة الداخلية والخارجية مصنعة في السعودية، حتى الزجاج المصفح موجود مصنع عندنا متكامل للزجاج المصفح. هذا لم يتم إلا بعد توجيهات سمو سيدي ولي العهد بإثبات أن الرجل السعودي ممكن يوصل للعالمية، وإن شاء الله نوصل للعالمية في جميع المجالات. أنت أصلا مهندس فوزي عالمي من زمان، الله يطول في عمرك أخوي منصور، هذا من حسن ظنك فينا إن شاء الله، ومن حسن ظن ولاة الأمر فينا إن شاء الله. الله يعطيك العافية، شكرا لك، وأنا سعيد في المقابلة، وإن شاء الله إن شاء الله المهندس فوزي سوى لنا دعوة للمصنع، وإن شاء الله قريبا حنكون في مصنع بإذن الله. يشرفني طال عمرك، والمصنع في الرياض على بعد ربع ساعة من الموقع اللي احنا فيه، تشرفني طال عمرك تشوف الكوادر السعودية. هذا أحد المهندسين السعوديين، مهندس الغامدي، هذا الداخلية ما شاء الله، بحيث انه نقدم الخدمات والصيانة في العمق في الحدود السعودية. وهذا طال عمرك نايف من بندر هو الدعم اللي من ورانا ما شاء الله، وهذول كلهم شباب سعودي، لو ما هم ما نجحنا، وهذا هاني الحكمي ونعم هاني، لو ما هذول الشباب ما نجحنا هم الأساس. بس القحطاني أحد العوامل الرئيسية في نجاح المصنع في الدعم اللوجستي، وهذا ابن عمر بن عبد الرحمن للشيخ هو الرئيس التنفيذي. أكثر الوقت لأنه صراحة جناح مغري وشد الانتباه من يوم دخلنا. الله يحفظك، يعطيك العافية مهندس فوزي، شكرا شكرا شكرا. الله يعطيك العافية، الله يعافيك، شكرا على رحبة صدرك، وأنا مسرور وحقيقة لولا أن سناب لازم يختصر الوقت عشان غطى المعرض، ولا كان قضيت في جناحك. سمو الأمير فيصل محمد السعود، مساك الله بخير طال عمرك. أهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبتين، هلا. أنا حقيقة مسرور لما شفت بعض المدرعات هناك كتب عليها الصنعة في السعودية، أبي انطباعك أنت عن المعرض طال عمرك. انطباعي هو توني قايلة من شوي، أنا فخور جدا الصراحة، يعني الكلمات لا تحضرني أن أقول ما يستحق هذا المعرض والقائمين عليه، والحمد لله نرى الآن تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، واللي عليها إنسان كفو الأخ سعادة اللواء عطية، الذي يعني أتحفني وأعطاني معلومات لما كنت أتخيلها صراحة، فأنا فخور جدا بما رأيته، ودائما أقول أن البلد هذه فيها خير ورجالها ونساءهم فيهم خير. شكرا، شكرا سمو الأمير. السعودية للصناعة العسكرية هذه اللي تأسست ويملكها صندوق الاستثمارات العام، الهدف عندنا أنها تكون من العشر الأكبر شركات في تصنيع الأجهزة العسكرية على مستوى العالم. عندنا الجهات الحكومية المشاركة في المعرض، وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، وكذلك العديد من الوزارات والقطاعات الحكومية، على سبيل المثال وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العمل، وزارة الاتصالات، كذلك ثلاث جامعات مشاركة معنا، اللي هي جامعة أم القرى، جامعة الملك فهد البترول معادن، وجامعة الملك عبد العزيز. هذه وزارة الاتصالات كذلك. حتى البوثات هالسنة هذه منظمة بالحيل. جدا اللهم لك الحمد. مرة حلوة. طبعا يمكن يستفسرون الكثير من الناس عن مشاركة أو وجود الجهات الحكومية. هذه تستهدف أنها تعرض خدماتها فيما يخدم التوطين الصناعة في المملكة العربية السعودية. هذا معهد الأمير سلطان للدراسات والأبحاث المتقدمة. هو معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، هو معهد تابع لوزارة الدفاع، يقوم بالعديد من الدراسات التقنية والصناعية، ممثلة بخمس جهات، رئاسة أمن الدولة ممثلة بثلاث جهات، وزارة الداخلية كذلك ممثلة بثلاث جهات، وزارة الحرس الوطني. الآن دخلنا على صالة اللي هي الجهات المشاركة في المعرض. عندنا في المعرض 22 جهة مشاركة، نبدأ بوزارة الدفاع، وزارة الصحة، شركة أرامكو، سابك، معادن، الشركة السعودية للكهرباء، المستشفى العام لتحلية المياه المالحة، وكذلك سار والخطوط السعودية. طبعا في الجزء هذا يوجد تقريبا 80,000 فرصة استثمارية معروضة للقطاع الخاص، العديد من القطاع موجود على طبعا 80,000 فرصة استثمارية موجودة على الشاشات. يعني أنت تقصد هذه مناقصات أجي وأقدم عليها. بالضبط. حلو. على سبيل المثال لو اخترنا القطعة هذه، إيه؟ الشاشات يمكن التقديم عليها من خلال الشاشات اللي موجودة في أمامك الآن. يعني هذه مناقصات أقدر أقدم عليها مثلا؟ بالضبط نعم. إيه؟ يعني لو تلاحظ الآن سنتج مواصفاتها والكمية المطلوبة للخمس سنوات القادمة. آه
كذلك موجود بالضبط اللي ممكن تسوى مثلا مخرطة، ممكن تصور. عندنا 58 مجموعة تصنيعية في المعرض. ايه؟ كل مجموعة تصنيعية تحتوي على العديد من القطع. ورا ما يطيع حلو. عندنا مثل ما قلت لك 58 مجموعة تصنيعية، كل مجموعة تصنيعية فيها العديد من القطع. هذه على سبيل المثال قطع حديدية، في قطع طبية مثلا. وزارة الحرس الوطني لها مواصفات معينة بالطلبات، وزارة الدفاع لها مواصفات معينة، وزارة الداخلية لها مواصفات معينة. الآن وحدت الطلبات والمواصفات، صارت على صفحة واحدة. في قطع أنابيب، فلاتر، العديد من القطع. لأنه الآن وش اللي صار؟ الآن صار في توحيد بين الوزارات في الطلبيات والمناقصات. من أول كان يقدر يكون مستثمر في قطاع الأسلحة بكل سهولة. طيب عطني مخترع واحد، شوف شخصه. المخترعين والمبتكرين تابعين لوزارة الدفاع قاموا بالعديد من الاختراعات والابتكارات اللي فعلا تستحق انها تعرض وتبرز جهود. مرحبا، كيف حالك؟ قالوا في مخترعين يا حبيب قلبي، قالوا في مخترعين عندكم. نعم، جزاهم الله خير. المعرض ما قصروا، وكذلك القيادات العليا بدعم الابداع والمبدعين. عطني اختراع واحد، اخترعوا واحد سعودي. شلون هذا اللي قدامك طال عمرك؟ وشو؟ طائرة بدون طيار، تصميم، صناعة، تنفيذ، انا وزميلي خالد في معهد طيران القوات البرية بالقصيم. ما شاء الله، وشرفنا ان شاء الله. ان شاء الله. وش فيك؟ وش الفكر اللي اختلفتوا عن العالم؟ موجودة الطائرة بدون طيار على مستوى العالم من زمان. اول شيء سعودية. ايوه، تصميم وصناعة بالكامل، وكمبوزيت ماتيريال، استخدمنا الماتيريال لا هي الومنيوم ولا هي اي مواد موجودة عندنا، كمبوزيت ماتيريال خفيفة تقدر ترفع الطيارة اكثر وتعطيني اندورنس ورينج للطائرة افضل واكثر. طبعا انا اتكلم عن تصميم، يعني انا املك التصميم، ما احد جاب لنا التصميم، احنا صممناها باحدث التصاميم اللي موجوده عندنا كطائره. هذه مثلا في الفيديو كعصف ذهني للطائره، بالاضافه الى انه التصاميم واضحه فيها. ومن ثم وهذا مرحله التصنيع الان، وكاربون فايبر جلاس، وهذا التركيب. طبعا الطائره هذه تتميز بانها على حجمها تكتيكي، هذه فيها فكره ما هي موجوده الان، وهي أنها بإمكان الطائرة هذه تقلع عموديا، ومن ثم تحويلها horizontal flying، تم برمجتها عن طريق زميلي خالد وصناعتها. أنا وزميلي خالد. زميلك شو اسمه؟ خالد إيش؟ خالد بدر الشايع. خالد رائد طيار. ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. الله يوفقنا وشرفتنا والله، ونشكر صراحة المنسقين الإعلاميين في المعرض. والله يوم على صراحة حرصوا كثير إنهم يبرزوا. والله 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 إحنا في قالب واحد، وهم عيننا، وجزاهم الله خير وبيض الله وجيههم. الله يحفظك يسلمك. صراحة احترافية عالية. سم. هذول الشباب مستقل فيه بشكل رهيب. طبعا هذه منطقة الشركات العالمية، عندنا في المعرض مشارك معنا 68 شركة عالمية، جميعها تملك عقود مع وزارة الدفاع. جميع هذه الشركات قد تملك عقود مع وزارة الدفاع. عندنا 26 شركة كورية. الآن الشركات الأجنبية عطني الجنسيات. 26 شركة من كوريا الجنوبية، 21 شركة من جمهورية تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية 10 شركات، فرنسا 6 شركات، ألمانيا شركة، وكذلك باكستان والصين وبريطانيا وإسبانيا، كلهم على شركة واحدة معنا. ضيف الشرف لهذا المعرض هو جمهورية تركيا طبعا، مشاركة ب 21 شركة. إذا سمعتوني يا ناس حاسب السياسة، سكوا بيال بوجهي. أنا يوم دريت أن تركيا هي ضيف الشرف في هذا المعرض، دريت ما عندي سالفة بالسياسة. الشركات هذه الأجنبية الآن أجبرت أن القطع الخفيفة واللي لها مكان أو مصنع بالسعودية تسحب من هنا. الشركات العالمية في المعرض ينقسم إلى أمرين، الأمر الأول اللي هو عرض قدراتهم كشركات عالمية تملك مقدرة صناعية كبيرة، وكذلك بحث عن استثمار شراكات مع المصانع المحلية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتوطين صناعة 50% إن شاء الله بإذن الله. الملك عبد العزيز، وش علاقتكم بالصواريخ؟ بفهم. طورت مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية صواريخ، أكثر من نوع من أنواع الصواريخ. أنتم صنعتوها؟ حنا كنقل تقنية، ونملك التقنية الآن بالكامل. وبما أننا ملكنا التقنية بالكامل خلاص التصنيع أمره هي. الآن حنا اشتغلنا على التطوير. عندنا في البداية هذا صاروخ مطر 4، هذا صاروخ موجه يطلق من الأرض جو وجو أرض، ويضرب أهداف باستخدام الليزر، يضرب أهداف يعني بدقة عالية باستخدام الليزر. مركز الابتكار الصناعة 4، حنا ندعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وش نخدمهم فيه؟
نخدمهم في مكان نخدمهم في مكان السي ان سي، الميلينج ماشين، التيرنينج ماشين، نخدمهم في الريفيرس انجينير. زي هذه قطعه من وزاره الدفاع سوينا لها هندسه عكسيه، طلعنا الرسومات 2 دي و 3 دي مع شركه منضمه مشروع كامل. دقيقة. انا بالحبي كذا عشان افهم، انا حاب ادخل بالصناعات العسكريه، اجي لامكم واقول لكم وبصنع انا قطع خفيفه، وش تقدموا لي خدمات؟ جيب السجل التجاري عشان تدخل معنا في عضويه كامل. احنا راح ندعمك في اي مجال انت حاب، تبغى في الهندسه العكسيه، تبغى في 3 دي برينتر اللي هو الطباعه الثلاثيه تبعتك كنموذج اولي، تبغى في التصنيع السي ان سي، في الكاستنج، كل هذه الخدمات نقدمها مثل ما هو مكتوب بالبروشور مجانا. يا سلام، هذا بروشورهم يا اخوان، صوروه مركز ابتكار الصناعة 4. جميل، اي واحد يقطع ويقدم جميل. شكرا، الله يحييك. شكرا لزيارتك. الالكترونيات المتقدمة، هذه شركة سعودية 100%. شو تسوي هالشركة؟ الشركة متخصصة بنظام الاصلاح الانظمة العسكرية للقوات المسلحة، وايضا ايجاد حلول عسكرية للقوات المسلحة. طبعا هنا عندنا نظام الاتصال الداخلي الانتركوم، هذا يستعمل في المدرعات للعسكر، بحيث انه هذا الجهاز من ميزاته انه في عمليه الغاء الضجيج او النويز كانسليشن، بحيث نفس العسكر يقدرون يتواصلون بين بعضهم. هذا انتم تستوردونه من برا وتبيعونه صح؟ لا، هذا حنا نصنعه بالتعاون بيننا وبين جهه خارجيه. يعني انت الشركه الالكترونيه المتقدمه هي اللي تصنع الجهاز هذا بالسعوديه او تجمعه؟ لا، تصنعه بالسعوديه. في جهاز ثاني مصنع بالكامل تصميم كله بالسعودية عنده، اللي هو نظام الانذار المبكر. هذا يكون موجود على حدود السعودية، يكون معاه مشغل أو جندي، بحيث أنه لو رصد أي طائرة داخل الحدود السعودية يتم التبليغ عن طريق هذا الجهاز. الشركة كم من سعودي بهالشركة؟ والله الشركة فيها تقريبا 1200 موظف، 76% من الموظفين الشركة سعودية. يعني اللي شاركوا بتصنيع هذه الأجهزة سعوديين؟ نعم، كل اللي شاركوا بأغلب التصنيع أغلب الأجهزة سعوديين، واضح. يعني النسبة الرسمية اللي نعلنها على مستوى الشركة 76% من المهندسين سعوديين. الله يعطيكم العافية. طبعا في عندنا البرودكت هذه كلها تتصنع في الشركة عندنا. في عندنا هنا التليفون الميداني، هذا بايعينه للقوات المسلحة ويستخدمونه حاليا قوات الدفاع الجوي. عندنا هذا السنترال الميداني، سنترال الميداني تقريبا سويتش بورد، سنترال ميداني يربط لك الأجهزة تتصل مع بعض، سواء ساتلايت، سواء تليفون ميداني، سواء انتركام، سواء أي وسيلة اتصال تقدر تربطها عن طريق السنترال الميداني. طيب بالتوفيق يا حبيبي، سعدنا بجيتكم، الله يحييك. السلام عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمصانع المشاركة، المصانع المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، معنا 143 مصنع سعودي مشارك في المعرض في مختلف مجالات الصناعة. طبعا جميعها تخدم المجاميع التصنيعيه اللي ذكرتها لك سابقا اللي عددها 153. الخارجيه تم انشائها بالكامل، تحتوي على 80 مصنع محلي، جميعهم يملكون مقدره عاليه في مختلف مجالات الصناعه. من الرعاة للمعرض يا ابو؟ الرعاة عندنا 11 راعي ماسي للمعرض من شركات عالميه، و10 رعاة محليين من الشركات المحليه، وارامكو والتحليه ومعادن والكهرباء. معنا شركة توطين هو الجهة اللي تقدم قدرات وكذلك تعرض فرص استثمارية كذلك عندنا 3 شركاء استراتيجيين ممثلين بالشركة السعودية للصناعات العسكرية، غرفة الرياض وشركة علم، وعندنا 5 شركاء توطين اللي هم سابق القطاع الخاص. هذا توقع للصناعة السعودية؟ والله ممكن نتأكد منهم. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. السلام عليكم. قبل ما تحصل هنا عندنا من عارف هذا صناعه سعوديه ولا لا؟ هذا 80 الى 90% منه، ثم نردها لنا. قررنا مع شركه سودياك ان نوطن هالصناعه وننقل هالتقنيه الى السعوديه، تتصير ان شاء الله من السابق. حلو. عندك الحديد، الربل، لكن احنا بدل ما نوديه لكندا السنة القادمة من عندنا. عندنا هذه أيضا المولدات الكهربائية، هذه الحمد لله بفضل من الله شركة الخريف من أوائل من يجمع في المولدات الكهربائية، وصلنا إلى مستويات أعلى من ذلك، أصبحت جميع الأبليكيشن للمولدات الكهربائية تقريبا متفوق فيها، وصلنا فيها لحد عالي إن شاء الله. فرصة طيبة. سلام للخريف كلهم. الله يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا شكرا. نجد حلول للي ليس لها حلول بأيدي وطنية الحمد لله.
هذه ارضي صناعه سعوديه سمو الامير. طبعا اجزاء من الصناعه السعوديه. كتطوير المركبات وسمو الامير فهد بن احمد عبد العزيز، مساك الله بالخير سمو الامير. والله اتوقع ان صناعه متقدمه احنا، لكن نعتبر المكون كامل نعم هو صناعه سعوديه، لكن هذا اللي ترونه امامكم هو نموذج لتطوير. يعني احنا تحدينا الشركه الام، اي ام جنرال اللي تقول لا يمكن ان تطور الشاصيه القديم، نحتاج ان نجيب لكم شاصيه كامل جديد، اثبتنا العكس. ونريد انك تسالهم كم سيستثمرون في المملكه من مبالغ على اساس يصنعون هالعربه، ثم بعدين بعلنك انا كم بستثمر كمبلغ، ونرى من هو الاقل. سوي اذكر لك اهتمامات قديم ب نعم بتعديل بسيارات والشغل، او انا واهم؟ والله هي طبعا هوايه من الصغر. اي نعم ما شاء الله. ان شاء الله سمو الامير يكون قريب في زياره خاصه للمصنع عشان نطلع على الجهود السعوديه اللي شاركت في هذا العمل. موجوده الجهود السعوديه، لكن للشرح احنا ليس مصنع، ليس لاننا نستطيع ان نكون مصنع، لكن نحن نريد ان نضع صناعتنا في المصانع القائمه، لا ننافسهم بل نكملهم. جميل. ونستثمر في التقنيه وليس نقل التقنيه بل صناعه التقنيه. يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسلمك. الله يعافيك. شكرا الله يحييك. طيب الحج او شيء صح؟ انتم اللي عندكم الفول اذا فكيته طاش؟ الفول والشكشوكه والقلاب طبعا هذول يعني اكلات. طيب بنقدم لكم مدير البحث والتطوير. حياك الله. هلا شوف. طيب الان الرز هذا البرياني بالدجاج افكه يطلع حار؟ وجبه مطبوخه وجاهزه، مجرد انك تسخنها تسخنها في الميكرويف او تضع هذا الكيس تغمره في ماء ساخن لمدة 5 دقائق وتفك الوجبة تلاقيها ساخنة وتأكلها. طيب وش عندكم وجبات قدمتوها؟ على عندنا زربيان باللحم، برياني بالدجاج، برياني باللحم، عندنا إدام لحم بالبطاطس، اللحم المقلقل، ما شاء الله، معرق باللحم، معرق بالدجاج، كبسة الدجاج. هذه أحد طرق التسويق. يعني أنتم يسحبون ما شاء الله. قلابة وشكشوكة وفول. ما شاء الله. هذه كلها الجهات العسكرية. كلها الجهات العسكرية ونستهدف بها الجيوش بشكل عام، نستهدف بها حملات الإغاثة، نستهدف بها الشركات التي تقدم وجبات. المصنع السعودي الإعلام، حياك الله. هلا والله وسهلا. الله يحييك. ما شاء الله. يا هلا مرحبا. الله يحييكم. هذا المصنع السعودي الإعلام أول مصنع في الشرق الأوسط وأكبر مصنع ولله الحمد. ننتج جميع الأعلام الداخلية والخارجية. ننفذ المهرجانات الوطنية اليوم الوطني. ننتج الملابس العسكرية والرتب العسكرية وبرضو الميادين التدريب للكليات الحربية، تجهيز ميادين الرماية برضو ولله الحمد. كل هذا في عندكم عالم قريب بالقصيم بيع راية او شيء؟ في اللي تبيه بس انت امر. لا في، انا اذكر في شيء تنفذونه بالقصيم. نبي ننفذ ان شاء الله ساري بطول 100 متر ان شاء الله بالقصيم ان شاء الله. الله يعطيك العافية. شكرا لك. مع السلامة. وحيد المملكة لفلاتر غسيل الكلى. حياكم الله. هذه التقنية من وين جبتوها؟ التقنية هي تقنية سويسرية، خطوط الإنتاج مصنعة في السعودية، بنستورد المواد الخام الأولية من شركات إيطالية، وخطوط الإنتاج التصنيع في أجهزة حقن في المصنع، مصنعنا في جدة على مساحة 3000 متر مربع. بدأت تسحب منكم وزارة الصحة ولا لسه؟ احنا ان شاء الله في تعاقدات جيدة جدا ان شاء الله مع وزارة الصحة وكذلك وزارة الدفاع بمشيئة الله. هم الوزارات يقولون اذا في مصانع محلية نترك الاجانب. انت الان مصنع محلي. ما لهم عنفة ها؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا. اصبار الخليل. وشركة أسوار الخليل للتجهيزات العسكرية. هذه طبعا غرفة مدرعة مع برج اطلاق ناري، منصب رشاش. مجهزة بالكامل على مستوى 7 من التصفيح ضد الأعير النارية الحارق الخارق المتفجر. أوكي، مجهزة بالكامل. حبيت الحارق الخارق. هو اسمه كذا، الحارق الخارق المتفجر طال عمرك. طبعا الحديد مصفح بهالطريقة هذه من نوع أرموكس. أوكي، مجهزة بالكامل بتجهيزات كاملة مع نوافذ خاصة للرؤية الخارجية، إضافة لمنافذ خاصة لخروج قطع الأسلحة النارية لتوجيهها إلى الجهات المعادية. يعطيك العافية حبيبي. والله ما شاء الله. وين هذا هو؟ ما شاء الله تبارك الله. ايوه بنك التسليف، يعني تونا بادين اللهم لك الحمد. طيب هذا الحين ما يرد شيء، ما يرد شيء. مره شوف تصوير الفيديو مره اعطاه النقار ممتاز. تو ناشئ الحمد لله. هذا شيء من نتائج. هذا مصنعك انت الان، العلامه هذه مصنعك انت. مصنعي ومصنع جديد وماخذين عليه دعم كذلك.
كل شيء عطيه ما عنده مشكله. يسمح لي بيع المواطنين حاليا نستهدف القطاعات ممتاز، لكن المرحله الجايه ان شاء الله المرحله الجايه وبمشيئة الله المرحله الجايه بعد فتره نستهدف فيه المواطنين ونسوق عليهم بمشيئة الله. جدا خيار مناسب للتضاريس الصعبه ولا ما كن وعره. انسان لي علم والله يا ابو مطب او ما بش لا صدق مره يا شيخ تعليق السياره هو شايل السياره في ليونه ما عنده اي مشكله يعطيك اداء. طيب ايش رايك تكشت بناء ونجرب يا حبيبي حدد الوقت يا حبيبي الله يعطيك العافيه وموفق. وين وصلت التواصل معك؟ شركه فاين تول هذه شركة سعودية. يوم أقول لكم أن الواحد اللي عنده مصنع صغير أو مخرطة صغيرة يقدر تدخل في صناعة دبابة كبيرة. هنا المثال، أنت صنعت مساك الله بالخير. مساك الله بالنور هلا حبيبي. أنت صنعت قطع صغيرة في مدرعات كبيرة صحيح؟ صحيح، اشتغلنا كل أي قطعة كبيرة أي مكون كبير سواء تتكلم كوزارة الدفاع أو أي حاجة ثانية لازم تكون تعتمد على أشياء بارت صغيرة، فمهما كان أي شيء كبير لازم يصنع بيبدأ في أشياء كثيرة دخلتها وزارة الدفاع؟ نعم. موفق مبارك يعطيك العافية. شكرا. ساعات اللي ورا هو شيء الحمد لله على السلامة. واجتماعات بالليل واجتماعات بالنهار ناخذ نتائج اليوم عشان إذا فيها عوائق أو تحديات نحلها، ما نبغى لآخر المعرض ونجد أنفسنا أنه في مشاكل ما حليناها. المعرض جدا جميل وأنصح الكثير حقيقة أنه يجي، في فرص جميلة وفي الشغلة تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية اللي كانت شغلة غامضة اليوم أصبحت واضحة وأصبحت في معرض نوعي ينتظر الزائرين. الله يعطيكم العافية. أنا صراحة اللي زادني سرورا لما وجدت أن المصانع المحلية تواصلوا مع بعض مع الشركات العالمية مع الجهات البحثية، وخبر سمعتها اليوم من أحد الشركات التوازن الاقتصادي يقول إحنا لنا أكثر من 30 سنة لم نتواصل ومن خلال المعرض تواصلنا واليوم لوحده وقعنا 11 مذكرة تفاهم. ما شاء الله تبارك الله، مبروكين وموفقين. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، بارك الله فيكم. أستاذ يوسف كم بقي على المعرض؟ طبعا بقيت زيارة المعرض 3 أيام تقريبا من الآن اللي هو الخميس والجمعة والسبت. من يوم الخميس إن شاء الله والسبت راح يكون من 9 صباحا لحد 6-7 مساء، أما يوم الجمعة إن شاء الله بيكون من 2 مساء لحد 8 مساء بإذن الله. عوائل؟ عوائل ورجال وكذلك أطفال مرحب بهم. يا سلام يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا شاكرين لزيارتك، الله شرفتنا في أفد 2018. الله يسلمك، ان شاء الله نشوفك فيك وحياك. الله يعطيك العافيه. غرض اوديه القصيم شيء. سلامتك بس بالسلامه. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك، كرمكم الله. الله يحييك. يا مالا كرمكم الله جميعا، مع السلامه. يا مالا يا صديقي اللي ازعجته على مدار 8 ايام.